طبعا شهر رمضان يعني شهر البركه والخير وكل السعاده اللي بتبقى فيه، ولكن انا بحس ان هو اسرع شهور السنه. يعني بتبقى بادئ اول اسبوع في رمضان فجاه تلاقي نفسك خلاص بتروح على النص التاني بشكل سريع جدا. يعني يفضل شهر جميل، شهر كده تحس الدنيا كده الناس بيبقى عندها نوع من انواع الروحانيات بتهدي اكيد من جواها. بما اننا دايما في التساعه بناخدكم لكل الكواليس الخاصه بما يعرض من الدراما على شاشه رمضان، فكمان احنا بنحاول ان احنا نكون معاكم من خلال كل احدث تقنيات التكنولوجيا ونقدر كمان نستفيد منها ازاي. ده اللي بنحاول نعمله، بنشوف المؤشر حضراتكم بتبحثوا عن ايه، الناس بتشوف ايه. وطبعا المؤشر في 2024 بيدينا كمان ارقام كتيره جدا، وده طبعا بيخلينا كمان نعرف الناس بتشوف ايه او ما بتحبش ايه وكل الاشياء دي. حلقات التساعه خلال شهر رمضان كمان هنقدم فيها او قدمنا كمان من اسابيع قبل كده قدمنا لحضراتكم تحليل للمحافظات الاعلى مشاهده. انا شخصيا يعني بدعو كل صناع دراما يعني يهتموا جدا بالنسب دي. ليه؟ لاني انا لو كاتب او مؤلف او منتج أشوف كمان أنا مسلسلي رايح فين. صحيح أنه أنت بيبقى حاطط الجمهور متنوع بالذات في الدراما، أو بتبقى محدده مثلا بتحط بلس 16 18 زي ما أنت عايز، ولكن بتبقى مفروض أنه أكثر عامة الناس بيتابعوه. لكن كمان لما تشوف المحافظات اللي بتتابع مسلسلات على مسلسلات، ده يديك مؤشر كمان تقدر تتابعه. خلينا نروح ليه مثلا لمسلسل مليحة. مليحة اللي بدأ طبعا من النصف الثاني من رمضان، ونشوف أكثر المسلسلات بحثا وفقا لجوجل. هتلاقي مثلا أهالينا في أسوان هم أكثر ناس على جوجل كانوا بيبحثوا عن هذا المسلسل، يليهم مطروح يليهم السويس. أنا هقف هنا عند أسوان ومطروح، يعني أنت بتتكلم الجنوب وبتتكلم الشمال، فشوف قد إيه أنت الدراما بتاعتك مؤثرة، يعني جايبة الأجواء كلها. وبعدين نروح لها السويس، فاحنا بنروح ايضا على مدن القناه الاسماعيليه، فشوف التنوع والترتيب في المشاهده عامل ازاي. وبورسعيد يعني طبعا اكيد طبعا في القاهره واسكندريه والجيزه، ولكن دول الاكثر بحثا، يعني ده الترتيب للاكثر بحثا بالنسبه للمشاهدات زي ما قلت لحضراتكم. وده يخلينا كمان احنا نقول يعني اهالينا مثلا في اسوان مهتمين بده، اهالينا مثلا في مطروح كمان مهتمين بده. فشوف الدراما ممكن تجمع الناس من أقصى الجنوب لأقصى الشمال، الناس تجتمع على عمل فني جميل. وده اللي أنا ببقى سعيدة بيه جدا لما نتكلم عليه ولما نشوف الكواليس. مليحة بتبدأ يعني في النصف الثاني من رمضان، وطبعا يمكن الوقت كان سريع جدا انه نلحق نعمل دراما، واحنا عندنا دراما حقيقيه. يعني ما يحدث في قطاع غزه هو حقيقي، واحنا شايفين انه القضيه الفلسطينيه كمان حازت على اهتمام كل العالم، ولكن كمان احنا في مصر تعانينا كثيرا جدا ومهتمين بهذا الشان، وخاصه وقت طبعا اندلاع الحرب احنا متابعين لحظه بلحظه السند والدعم طول الوقت. مفيش انسان يقدر يشوف طبعا الاعتداءات اللي بتحصل واللي بيتعرض ليها الشعب الفلسطيني. انا دايما وانا على الفطار كده افتكر الواحد كده قاعد في بيته على كرسيه وسط اهله وناسه، الامن والامان اللي في مصر، تفتكر ان ليك مواطن عربي تاني قاعد في خيمه اجواء صعبه وضرب وقصف. فربنا يزيح هذه الغمة بإذن الله، ونقدر زي ما مصر بتشتغل عليها بشكل كبير حتى كمان في الفن، مصر ما نسيتش أبدا إن هي تدعم القضية الفلسطينية في شهر رمضان وتقدم عمل زي مسلسل مليحة. طبعا مزايدات كتير جدا بتبقى زي ما كنا شايفينها على الموقف المصري وعن المصريين، لكن أعتقد يمكن مصر هي الدولة الوحيدة اللي بتهتم واللي عاملة كمان عمل علشان تدمج وتوثق لما يحدث في القطاع، خاصة وإنه الأحداث موجودة. كلنا عارفين كمان إنه مصر بتقدم كل جهد تقدر تعمله، سياسي ودبلوماسي لوجستي مساعدات جوية، بنتابع كل يوم لسه يعني قبل ما نطلع مع حضراتكم شايفة الإسقاط الجوي وإزاي بنتابع على كل مستوى قد ما يقدروا مصر تقدم مساعدات، بتقدم مساعدات علشان تقدر تغيث أهالينا في قطاع غزة. كمان القوى الناعمة بقى والدراما
بتقدر توفق كمان الحياة، مش عايزة أسميها ببساطة ولكن بواقعية، وتقدر تنقلها لك. وده اللي فكرت فيه كمان المتحدة، بأن هي في ماراثون رمضان وفي مهرجان رمضان زي ما بنسميه للدراما، إنها تقدم قصة زي مليحة. وبنعرف طبعا إنه المسلسل بيحكي يعني قصة يعني الناس شايفاها والناس حساها والناس عايشاها، لكن كمان بيبقى فيه روايات مغلوطة كتير، فهيبقى فيه فرصة كمان إنه نقدر نقدم ده من خلال الدراما أو من خلال الإعلام. كمان مؤلفة مسلسل مليحة كانت بتحاول تقدم كل اللي أنا قلت لحضراتكم ده من خلال 15 حلقة. البطولة لدياب والفنانة الكبيرة القديرة ميرفت أمين، وطبعا مجموعة من الفنانين، منهم طبعا دكتور أشرف زكي اللي بيشارك كفنان، وكمان في أمير المصري ومروة أنور وحنان سليمان وغيرهم من الفنانين، التأليف لرشا الجزار والإخراج لعمرو عرفة. شخصية مليحة كمان بتقدمها الفنانة الفلسطينية معانا كمان في قصة مليحة. وخلينا نروح للمخرجة رشا، المؤلفة رشا الجزار، ونعرف منها أيضا، لأن هذا المسلسل تم كتابته أكيد بشكل سريع علشان يبقى موجود في وقت الأحداث. خلينا نروح لمؤلفة العمل رشا الجزار. مساء الخير أستاذة رشا. مساء الخير يا أستاذة شفتي، زي حضرتك وكل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبة وبألف خير. يعني مسلسل مليحة، يعني أنا عارفة أنه أنتوا بتكتبوا وإحنا الأحداث على الهوا ورمضان كمان على الهوا، فكلميني عن الكواليس والكتابة. إحنا الحقيقة بدأنا متأخر قوي، بس الحمد لله يعني إحنا كنا موفقين جداً، إن إحنا اشتغلنا من نوفمبر، فقعدنا 4 شهور بنشتغل بشكل متواصل. عدنا الكتابة، قررنا درافتات كتيرة جدا، كنا نفسنا نوصل لأفضل تصور ممكن في الكتابة وأفضل شيء ممكن نوصل له في التنفيذ وفي كل حاجة. فيا رب نكون قدرنا نقدم عمل فني يليق بالمشاهد المصري وبالمشاهد العربي، ونكون قدرنا نوصل رسالتنا وندعم أشقائنا في فلسطين بأبسط أدوات في إيدينا. أكيد إحنا طبعا شايفين إنه الحلقات الأولى، إحنا النهاردة يمكن في الحلقات لسه في الحلقات الأولى، شايفين الأجواء العائلية، الفرش للشخصيات بشكل طبيعي، يعني لسه إيه البداية في الأحداث. مظبوط مظبوط، النهاردة إذاعي الحلقة الثانية، فيعني أنا مبسوطة برد الفعل والصدى اللي عملته الحلقة الأولى. حسينا انه يعني تعبنا ومجهودنا في محاولة ان احنا نقدم رسالة واضحة، ان المجهود ده وصل للناس والناس حسيته والناس قدرته، فده شيء كبير، وده برضو بيحسسنا بمسؤولية اكبر. فيا رب باقي الحلقات لحد نهاية المسلسل يكون عند حسن ظن المشاهدين وعند حسن ظنكم كلكم. التصوير تم فين يا أستاذة رشا؟ التصوير، تصوير المسلسل، يعني هل في أماكن خارجية ولا كل تصوير جوه الاستوديوهات؟ لا طبعا في أماكن خارجية كتير، يعني أنت هتشوفي على الشاشة ليبيا في 2012، هتشوفي قطاع غزة في 2000 في سنة 2000 وقت الانتفاضة الثانية، هتشوفي يعني قدام شوية قطاع غزة في فترة معاصرة، هتشوفي السلوم المصرية، هتشوفي رفح المصرية. يعني كده أنا اطمنت، يعني الأحداث هتكونوا موجودين هناك يعني زي ما ده موجود. طيب أنا عارفة كمان أنه كان في رد فعل لأيضا الإعلام الإسرائيلي، يعني تابعنا أنه يعني في تعقيبات وردود فعل جاءت سريعة. مظبوط مظبوط، هو يعني احنا اتفاجئنا انه الاعلام الاسرائيلي منزعج من المسلسل، والحقيقه ان الانزعاج ده يعني اسعدنا واسعدني بشكل شخصي جدا.
لأنه في الآخر إحنا بنقدم دراما بنناقش فيها في إطار درامي، بنتطرق للقضية الفلسطينية وبملامح بسيطة، لكن بندعم فيها الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني في أرضه، وبنحاول نحكي السردية التاريخية لماهية الصراع العربي الإسرائيلي بملامح بسيطة، أتمنى أنها توصل للشباب اللي ملحقش يتربى ذهنيا ووطنيا من خلال الفنون. أكيد، يعني أنا بتمنى أن إن شاء الله يعني هذه المواكبة والتصوير في مواقع لأحداث طبيعية، وأيضا تصوير يعني أكيد كواليس كتير، وأنا عارفة أن أنتوا هتقدموا مفاجآت، مش عايزين نحرق الأحداث، لكن إن شاء الله نتابع معاكم مليحة، وينضم لمسلسلات إن شاء الله اللي موجودة على شاشات المصرية بإذن الله، ويكون عمل كمان بيقدم سند ودعم لأهالينا في قطاع غزة. مؤلفة العمل الأستاذة رشا الجزار، أشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى التوفيق بإذن الله. إذن زي ما احنا قلنا، رمضان شهر كريم بيجري صحيح، لكن كل أحداثه حلوة. لسه عندي أخبار كتير في انتظار حضراتكم بعد فاصل قصير، تفضلوا. يا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. من المسلسلات اللي بدأت في النص التاني من شهر رمضان مسلسل فراولة للنجمة نيلي كريم، وطبعا واضح أن نيلي بتغير كمان وبتعمل شكل جديد في الدراما، مختلف عن الشكل اللي تعودنا عليه والسنة اللي فاتت، وده حال الفنان أنه يعمل دايما ويدخل في موضوعات جديدة. لكن كمان في نجوم من أبرزهم الفنان علاء مرسي اللي بيعود للدراما الرمضانية بشكل جديد ومختلف، وطبعا يعني لو هنتكلم على علاء مرسي فهو تاريخ كبير، يعني هو أستاذ تمثيل، ومجرد وجوده في عمل احنا بنبقى عارفين انه اكيد هيبقى في مشاهد مهمه ودور مهم في المسلسل. خليني اولا اقول له كل سنه وانت طيب الفنان الرائع علاء مرسي، مساء الخير. مساء الخير يا استاذه شفكي، وكل سنه وانت طيبه وجمهورك بخير وكل اللي بيحبوكي وبتحبيهم بخير يا رب. انت من علامات رمضان، يعني ما ينفعش علاء يبقى في برضه رمضان وتبقاش موجود يعني، وانا ببقى مبسوطه لانه كمان التنوع اللي بتعمله والخبره بتقدر بالنسبه لك يعني تقدم حاجه كده موجوده. المخرج كمان بيقول لي مش انا لوحدي، كله بيبقى مبسوط، فاهلا وسهلا بيك، منورنا على شاشه رمضان. ده شرف ليا ان انا معاكي وبشكل خاص ومع على شاشات التلفزيون المصري الحبيب اللي هو بيتي طبعاً الاساسي. طبعا بيتك. وطبعا انا قضيت كل عمري الفني في التلفزيون المصري ومسلسلاته وطرقاته وبالتحديد في اعمال رمضان. طبعا يعني اللي انا بتفائل جدا بيها، لان هي كل رمضان بيضيف لي شيء جميل جدا في شغلي. انت حتى الفوازير، يعني حتى الفوازير بالزبط. عندك تاريخ فيها يعني. طيب بالزبط. خليني اخدك، انت منور اهو على الشاشه قدامي، خليني اخدك يعني انت بين عتبات البهجه وما بين فراوله، فالسنه دي انت موجود في اعمال من اللطف والكوميديا واللطافه بين الاثنين، يعني فاحساسك ايه بقى؟ الحمد لله. اولا انا اتشرفت جدا ان انا السنه دي اشتغلت مع يعني نجوم مهمين وجيلين مختلفين طبعا. يعني في عتبات البهجه مع الكنز العظيم الاستاذ الدكتور يحيى الفخراني، يعني ده كنز كبير وحلم لاي فنان انه يشتغل معاه ويقف قدامه ولو مشهد واحد، فانا طبعا. كانت الفرصه دي بالنسبه لي عظيمه مع الدكتور يحيى، اتاح لي الفرصه دي ملك الدراما الاستاذ مجد ابو عميره، والكاتب الجميل مدحت العدل، والانتاج دكتور جمال العدل، والكاتب الجميل بقى الاستاذ العبقري صلاح عبد الله، الرائعه جمانة مراد، ممثلين بجد اتشرفت ان انا اشتغلت معاهم، والشخصيه كانت بالنسبه لي على فكره الشخصيه دي بالنسبه لي جديده طبعا. يعني ان صحيح. انا اعمل
اعمل المعادله ما بين الشخصيه اللي هي الستريت الطيبه اللي بتعتمد على انفعالاتها الداخليه، صح، وشخصيه يعني انا بسميها شخصيه يعني محايده عندها داخلها صراعات الحب الرومانسي لزوجته طبعا، وفي نفس الوقت ازاي هو عايز يفديها وازاي عايز يفرحها، فهي بالنسبه له كانت عتبه بهجه بالنسبه له، من عتبات البهجه اللي كانت موجوده في المسلسل الرائع للعظيم الكاتب ابراهيم عبد المجيد الروايه. فانا كانت دي فرصه كويسه جدا ان انا اشارك في هذا العمل. الجيل الاخر شاركت فراوله، فراوله بقى الجميله المبدعه، هي فراوله يا نيلي شبه الفراوله، هي فراوله يا فعل، هي فراوله الفن، وانا بعتز بيها وبعتز بصداقتها يعني بأثمن موهبتها العظيمه في ان انا اشتغلت معاها. يعني هو كان تحت بند ضيف الشرف، ولكن كانت الشخصيه صعبه، يعني المخرج محمد علي كمان والاستاذ احمد دسوقي المنتج، يعني ما كلموني انا فورا رحت لمحبتي لنيلي، وكمان محبتي للدور اللي انا رايح اعمله، شخصيه طبعا جديده عليا، وانا اعتقد ان شاء الله يعني هتلمس الجمهور لان هي مختلفه خالص برضو عني. فانا مبسوط ان انا بشتغل في رمضان لا والسنه دي علاء بتشتغل في حاجات هاديه ولطيفه وما فيش اكشن، يعني ما فيهاش يعني بالزبط. كلها برضو الناس محتاجه لشويه الهدوء دول بالظبط. وانا يعني انا بحيي كل الانتاجات الجميله اللي عملتها السنه دي المتحده بصراحه، يعني الاعمال كلها متباينه والنجوم صحيح كلهم محبوبين، واعمال يعني الواحد مش قادر يقول انهي مسلسل احسن صحيح من الثاني، يعني صحيح في توحد مع كل المسلسلات، والحمد لله ربنا يعني دايما كده، مصر دايما رائده ومصر تقدم لنا اعمال عظيمه اكيد، يعني تربي وتفضل القوه الناعمه المصريه كده تعمل التنوير والمتعه في نفس الوقت. انا بشكرك ودايما منور شاشه رمضان الفنان الكبير علاء مرسي، بشكرك شكرا جزيلا. هروح لفنان تاني وهروح لمسلسل تاني. اولا مسلسل كامل العدد من المسلسلات المبهجه كمان على الشاشة، مبهجة ليه؟ لأنه كمان هي خطبة العيلة بكل الفئات وبكل قصص، يعني من الكبير للصغير للشباب لكل واحد عنده مشاكله واحتياجاته وبيعمل إيه. وكمان كان اختيار الممثلين في كامل العدد اختيار نقدر نديه كمان أكتر من جيد جدا، الناس الحقيقة كل واحد كان في دوره، لكن كان في دور وقصة أنا الحقيقة هو أستاذ حقيقي، وهو أستاذ كمان تمثيل وقدر يقدم الدور ببساطة كده وتلقائية وأبوة طب عايزة أقول لكم حاجة والله العظيم، وأنا بتابعه في المسلسل وهو كده أب ولذاذة ولطافة، يعني الواحد كده يعني مسلسل مبهج، بس أنت ما تعرفش الحاجات تأثر عليك إزاي. أنا والدي متوفي من سنين يعني، بس اللي هو فجأة إيه ده أنا مفتقدة يعني هذا الدفء والأسرة، هو ده اللي بتعمله الدراما، إنها تيجي هي نفسها تطبطب عليك، وهو ده اللي بيعمله الممثل المحترف. تعالوا نروح كده ونكلم الممثل المحترف الأستاذ الممثل فنان أحمد طبعا كمال اللي منورنا الآن على التليفون ونورنا 15 يوم في رمضان في كامل العدد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذة شفكي، منورة دايما على الشاشة والله. يعني أنا دلوقتي مفتقدة القهوة بتاعتك، مفتقدة أم كلثوم، مفتقدة الهدوء، مفتقدة كده البساطة، طب نعمل إيه بقى؟ يعني كده يعني خليته بينا بصراحة يعني. غريبة الإحساس ده، أنا كمان مفتقده يعني. أيوة. الواحد مفتقد التصوير مع الناس دي. يعني طبعا. العيلة دي بقت جزء كده من كيان الواحد بالأجيال المختلفة اللي فيها. رائعة. المخرج طبعا خالد الحلفاوي طبعا، والكتابة يسر طاهر ورنا بوريش والشركة المنتجة، وحاجة جميلة جدا بجد يعني صدقيني أيام التصوير بالظبط هي المسلسل اللي انتوا شفتوه.
ايوه، وكان واضح على فكره، يعني هذه البهجه كانت باينه، وبالذات يعني البيت بتاعك بالمزرعه بالمزيكا بشويه القهوه اللي موجودين، يعني لا يعني كان في مشهد مهم كمان اللي هي فلوسك ضاعت، يعني ما فيش بقى الولوله والسويت والتشنج وعاقب البنت دي يعني في كده اللي هو فكره الرضا، انت مثلت الرضا ان الانسان لما بيبقى مش بس في السن، لكن هو الرضا لما بيبقى جوه البني ادم بيقدر يشوف الحياه ابسط. صحيح صحيح. وطاقه الحب اللي موجوده في الاسره دي رغم التناقضات الكبيره اللي جواها، زي ما شفنا كده الاسره دي ابناء وبنات من ابهات وامهات مختلفه. صحيح. وده طبعا ممكن يعمل كوارث كبيره. طبعا. بس اعتقد ان رغم التناقض ده الحب، طاقة الحب اللي موجودة في العيلة الكبيرة دي، يعني دي ده طبعا كلنا مفتقدين ده، بس مش انت بس والله طبعا. كلنا مفتقدين ده، والأسرة المصرية أعتقد يعني دي حاجة بالظبط كل الناس كانت مبسوطة. يعني حتى ده سر نجاح المسلسل خلاص. أكيد. حتى القصة بتاعتك طبعا والرائعة ألفة إمام قدرتوا تدوا حالة، وهي وأنا اللحظة كده قلت إيه، يمكن انت تسافر، لكن لا فكره انه انت خلاص انا مستمتع هنا، وانا اللي هو لا هو مستمتع، بلاش تخرجوه من الحاله وهتخرجونا احنا كمان. فالفكره بجد كانت حلوه، اللي هو انا موجود كله يروح ويجي، بس هو ده الاساس. طبعا، لان هو الشخصيه مبنيه على فكره ان هو شخص منتمي قوي للهويه المصريه. صحيح. يعني حد حابب قوي حياته في مصر، وجوده في مصر، الكتب المصرية اللي بيقراها، المزيكا المصرية اللي بيقراها، يعني ارتباطه بكل ما هو السبرتاية، ارتباطه بكل ما هو مصري. طبعا جدا. نخليه كده واقف على أرض ثابتة. صحيح. وإحساس يعني الانتماء ده. هو مسلسل صنع في مصر. صنع في مصر بالظبط. بالمشاعر والأحاسيس. وهذا بالظبط، وهذا الإحساس بينتقل كده لبقية الأجيال وللكبار والصغار، يعني وده موجود عند معظم العيلة، والأجيال الجديدة أعتقد إنها بدأت في المسلسل يعني بدأت تتأثر شوية بالفكرة دي، وهنلاقي إن فيهم ناس عايزة تسافر في الصغيرين يعني. اعتقد لو في جزء ثالث هيبقى في صراع شويه في المنطقه دي. اكيد واضح يعني في جزء ثالث، احنا بس لسه هنستنى سنه. في جزء ثالث لان هي يوميات اسره مصريه. بالظبط بالظبط بالظبط. وطبعا يعني وكلنا محتاجينها، لانه انتوا بتمثلوا قصص البيوت، يعني قصص البيوت بالزبط المختلفه بالزبط. وهي فكرة برضو إنه يعني الأب والأم دول بأولاد مختلفين، اللي هو ممكن الحب يجمع الناس مع اختلاف القصص، يعني الحب هو الحالة الوحيدة اللي ممكن تجمع الناس. بس آخر سؤال يا أستاذ أحمد، يعني أولا التصوير أنا حاسة إنه أنتوا كنتوا دايما حوالي 16 واحد في اللوكيشن، يعني أقل مشهد، يعني كنتوا بتعملوا إيه في الأجواء دي؟ لا بصي الحقيقه احنا معانا اجيال مختلفه، الصغيرين يعني الولاد الصغيرين واللي هو والشباب الصغير منضبطين انضباط غير عادي في اثناء التصوير. طب هايل. شاطرين جدا، بيذاكروا بيراجعوا، مهمومين زينا بالظبط. مين فيهم تركيز. كان بيجي يسالك وحضرتك استاذ اصلا؟ الله يخليك يا عبد، الله يخليك. يعني يعني هم طبعا كلهم يعني فرح الصغننه دي اقعد اتكلم معاها، يا فرح انت عايزه تمثلي؟ تقول لي طبعا عايزه امثل. يعني هتكملي يا فرح في التمثيل؟ طبعا انا عايزه اكمل. شريف اللي بيلعب دور شريف، انا معايا النهارده في التاسعه بعد شويه لينا طبعا اللي هي فريده فكلهم عايزين يكملوا في التمثيل، وهم كلهم هي ابدوا روح احترافيه في اثناء التصوير عاليه جدا. طبعا ده بفضل الحقيقه نمره واحد، هو خالد الحلفاوي طبعا، اللي اولا اختارهم واللي ثانيا عنده قدره صح انسانيه انه يعمل اداره ليهم في طبعا اداره الاجيال دي. والام اللي استحملت ده كله برضه لازم نقول لدينا الشربيني، يعني طبعا 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 يعني عرفت تدير ده طبعاً. وهي الحقيقه كانت بتتعامل بالظبط، تتعامل على انه كلهم اولادها. صحيح بالظبط. يعني هم كلهم اجيال اعتقد ان هم هيكملوا كلهم في التمثيل، وهنفاجئ بمستويات يعني عاليه جدا منهم، لان هم عندهم يعني
بذره تمثيل قويه قوي قوي عاليه اكيد. خلاص يعني ان شاء الله في انتظار باذن الله دايما نكمل هذه الاجزاء الحلوه. يعني نورتنا ومتعتنا وبشكرك شكرا جزيلا. وافتكرنا بس انت بتعمل القهوه برضو الحلوه دي. بشكرك شكرا جزيلا الفنان الكبير احمد كمال. هاخد فاصل سريع علشان الحق اخد الفقره، والفقره هتبقى لطيفه جدا، هنكمل في كامل العدد ولكن مع الجيل الجديد بقى نشوف بيفكروا ازاي. لينا صوفيا فريده بعد شويه. الحقيقة أجمل ما في يعني موسم رمضان السنة دي إحنا كمشاهدين شفنا مجموعة من الطاقات الشبابية والوجوه الحلوة والمواهب اللي بتقدر تبدأ خطواتها حقيقة في التمثيل وأمتعونا، وكمان بتخلي الدراما واقعية أكتر. يعني الدراما عادة بتتقدم لكل أفراد الأسرة، فبالتالي لما بتشوف أنت كل فئات الأسرة موجودة بقى في الدراما، بالذات الشباب والأطفال موجودين، والحقيقة كلهم موهبة ولطف وعمل وأجواء لطيفة. خلوا رمضان كده اللي هو رمضان الحلو، العيلة اللي بتبقى موجودة في البيت بقت موجودة على الشاشة. معايا في التاسعة دلوقتي بطلة موهوبة وقدرت الحقيقة في مسلسل كامل العدد إن هي تقدم شخصية البنت بقى اللذيذة اللي هي أنا عايزة يبقى عندي عربية، أنا عايزة أسوق، أنا عايزة أعمل، وتسأل باباها 600 ألف سؤال وهو يتنرفز عليها، أنا عايزة كلب، أنا عايزة كذا. وده بيحصل في كل البيوت، أنا عندي بنت وده بيحصل في كل البيوت. الفنانة لينا صوفيا، لينا أساسا يعني أنا هتعرف عليها وهي تقول على طول هتعمل إيه، خصوصا كمان حتى قصة الحب عاشتها في المسلسل وهي فريدة في كامل العدد. مساء الخير يا فريدة. أظن الناس هتقولك فريدة أكتر، مش كل الناس تعرف اسمك الحقيقي. صح؟ فأنت حابة دلوقتي الناس بتقولك يا فريدة أكتر. في المدرسة الناس بتستنديني تقول يا فريدة، هو في جزء ثالث كده يعني. أيوه، هو في جزء ثالث يا فريدة؟ بجد معرفش. يعني تتمني يكون في جزء ثالث؟ أكيد بس حاسه ان كلنا كممثلين بالذات احنا كالجيل الجديد ده لازم الناس تشوفنا في حاجات مختلفه طبعا، بس لو في جزء ثالث انا اول واحده هكون موجوده طبعا. بس فريده انت عملتي حاجات كتير غير كامل العدد يعني، بس يمكن كنتي اصغر يعني، عملتي افلام وعملتي مسلسلات، كلميني كده امتى بداتي تمثلي؟ انا بدات امثل من 11 سنه بالظبط، كان عندي 4 سنين. فانا مش فاكره اصلا وقت ما كنتش بمثل فيه. حاجات يعني المشهوره اللي انا عملتها. انت دلوقتي ايه 16 سنه 17؟ هتم 16 ان شاء الله. هتمي 16 بعد بكره. بعد بكره ده عيد ميلادك يعني. مع نجاح المسلسل يعني. فبس فانا عملت هيبتا، كنت طبعا بعمل دور مروه في هيبتا على افيش اللي هو اول حكايه. أيوه. حب، وعملت هذا فيلم المساء. هيبتا. وعملت مسلسل هذا المساء ومسلسل بالحجم العائلي، وعملت مسرحيه هذا المساء. كنت بنت اروى جوده. صح بالظبط. أيوة صح. وعملت مسرحيه شريهان. أيوة. كوكو شانيل وعملت حاجه يعني بره، فيلم فرنساوي مغربي اسمه ستوري. يعني انت جذورك مصريه ولا ماما هي مغربيه فرنسيه؟ لا انا مامتي مصريه من اسكندريه. وبابايا مغربي. لا سوري، فرنساوي اصله مغربي. بابا هو اللي فرنساوي اصلا مغربي. بالظبط. طيب الخلطه دي ساعدتك في حاجات كتير؟ اكيد طبعا ساعدتني. يعني انا من 3 بلاد فيهم فن كبير قوي، فانا شايفه ان ده يعني ده سبب اللي انا بحب الفن. يعني مفيش حد في عيلتي بيحب الفن. ايوه. فانا شايفه ان هما 3 بلاد دول يعني من اجمل البلاد في العالم، وهما اللي انا من غيرهم ما كنتش هكون انا لينا بتحب التمثيل يعني. انا عايزه نشوف حاجه ليكي، اكيد هما هيحضروا لنا نشوف حاجه ليكي، هنشوف حاجه للينا ولحد ما يحضروها نرجع نتكلم. لكن عايزه اسالك بقى كامل العدد، يعني شخصيه فريده انت كنت شايفاها ازاي؟ ايه اللي عجب الناس في فريده؟ قالوا لك ايه؟ ايه التعليقات؟ انا
كل الادوار اللي عملتها قبل كده كانت البنت اللي قللت الادب مع مامتها المراهقه، بس كامل العدد كان دور مختلف خالص على اللي انا عملتهم. كنت خايفه جدا ان اعمله عشان هي فريده، دي مختلفه خالص عن شخصيتي، هي بنت خجوله وبتخاف على اخواتها قوي ومامتها يعني متوفيه، فهي ملهاش غير اخواتها يعني، وما عندهاش ثقه في نفسها قوي، ما بتعبرش عن مشاعرها، فدي كانت حاجه جديده قوي بالنسبه لي. بس كان تحدي، وده اللي انا عجبني في الدور ده، ان هو من اكتر الادوار القريبه من قلبي اللي انا عملتها. عشان طب هنشوف اكتر الادوار القريبه من قلبك ونرجع نكمل كلامنا. معانا لينا من كامل العدد، نشوف كده. ومش محتاجه اقول لك قبل ما اروح اي حته، I really wanna go home. انا مش عارفه اوقف اللي بيحصل. دي مشاهد، انتوا كنتوا بتعملوا مشاهد جماعيه كتيره قوي صح؟ هنا انت كنت بتكلمي حد اللي هو الولد اللي هي كانت بتحبه في امريكا. ايوه. وكان ولد يعني مش كويس خالص. ايوه. وهي كانت وحيده كده، كانت بتحس ان اهلها مش مهتمين بيها وكده. ايوه. وبس عشان هي في الجزء ده بقى فرفوشه بقى، بتطلب من باباها حاجات وكده، فاندمجت كده. اندمجت كمان في الحياه المصريه. بالظبط. يعني هنا كمان بيبين انه وبقت تحب ولد مصري. العادات والتقاليد المصريه يعني. طب كلميني على التعامل، انت يعني جوه البيت في اجيال قريبه من سنك، وفي طبعا فنانه ديني الشربيني والفنان طبعا شريف سلامه اللي هم بابا وماما. الاجواء كانت عامله ازاي بقى جوه البيت اللي كله هيصه ولطافه ده؟ الاجواء كانت بالظبط زي ما انتم بتتفرجوا يعني الاجواء كانت حلوه جدا، كنا فعلا عيله. واستاذه دينا الشربيني واستاذ شريف سلامه من احسن واكتر الممثلين اللي انا اتعلمت منهم وحبيتهم في حياتي. انا اصلا بحبهم من زمان، ودينا يعني مثلت معاها في هيبتا من 8 سنين مثلا. ايوه. فانا يعني اتعلمت منهم كتير، يعني اذا كان تعاملهم في اللوكيشن، ازاي هم بيهزروا وبيخلوا كل الناس تحبهم. الاجواء حقيقي كانت حلوه جدا على الشاشه. بالظبط، ومتواضعين جدا جدا. فانا يعني اتمنى ان انا اكون زيهم لما اكبر يعني. طب كان معاكي امينه بقى اللي معاكي في الاوضه. وقصه امينه يعني، ودي فكره انه انتوا الاثنين يعني انتوا مش اخوات اصلا، بس الحياه جمعتكم. يعني هنا انت يعني بتحسي ان ده ممكن يبقى واقع، ان ممكن يعني اب وام يتجوزوا، ده عنده ولد وده عنده، او ده عنده بنت وده عنده بنت، ويبقوا فعلا في البيت زي الاخوات. طبعا 100%. يعني هو حسن كامل العدد كان واقعي جدا، يعني في البدايه ما كانوش بيحبوا بعض، ما كانوش فاهمين ايه اللي جابنا مع بعض، واحنا ما نعرفكوش واحنا ازاي عايشين معاكم، بس في الاخر بقوا بيحبوا بعض عشان هما العائلتين عائلات كويسه ويعني كويسين عموما يعني، فهم حبوا بعض اكيد وبقوا زي الاخوات يعني. مين اكتر واحد كان شقي في اللوكيشن؟ قولي لنا بقى شويه كده كواليس. اكيد التوأم يونس ويوسف اللي عاملين دور حسن وحسين اشقياء جدا، بس هما برضو بروفيشنال يعني، لما نطلب منهم ان هما يكونوا مركزين بيركزوا، وادائهم يعني واقعي جدا وحلو قوي يعني. اخوكي بقى اللي هو فريد. يعني كنا بنحس ان انتوا اخوات بجد يعني. كنتوا بتقعدوا بقى تذاكروا مع بعض، تعملوا مشاهد مع بعض. طبعا يعني انا ومالك يعني هو اول حد انا يعني بقيت صاحبته يعني، وهو يعني انا بحبه جدا، واحنا يعني شبه بعض قوي في تعاملنا عموما يعني. المخرج بقى كان بيقول لكم ايه؟ يعني انتوا بالذات مجموعه الشباب والاطفال كان ايه دايما يعني، ايه النصيحه اللي كان بيقولها لكم؟ النصيحه مش حاسة ان هي كانت نصيحة قد ما هو يعني، انا شايفة ان برضو من ضمن اسباب يعني نجاح المسلسل ان هو كان بياخد رأي كل الناس، مش بياخد رأي بس اهم ممثل او كده، هو دايما بياخد رأي كل الناس، كان دايما بيجي يقول لنا هو ده الشباب بيقولوها في سنكم، طب لو لا نغيرها، وهو فعلا يعني كان عايز الموضوع يبقى اكتر حاجة واقعي في الدنيا، وهو بياخد رأينا كلنا، فكنا حاسين ان احنا برضو مشاركين في الموضوع، فده كان اكتر حاجة كده الموضوع طلع يعني طبيعي. بالظبط. طب بقول لك ايه، احنا المفروض نطلع بريك، ايه رايك بطريقه فريده كده تقولي كده للكاميرا احنا فاصل وهنكمل كلامنا من كامل العدد؟ اوكي. يلا ابص على الكاميرا دي. على الكاميرا، يلا 1 2 3. اوكي يا جماعه، احنا فاصل وهنطلع ايه؟ هنرجع تاني. وهنرجع تاني بعد 5 دقايق. ثانك يو. أنا فريدة من كامل العدد، ورجعنا لكم تاني.
شاطرة فريدة. طيب فريدة قولي لي بقى الأجواء، يعني أنتوا صورتوا مشاهد كتير في مدرسة، أنت كمان في سنك ده بقى، حاسة أنه أنت قدرتي تقدمي المشاكل اللي بنت بتقابلها في سنك أو أكبر منك شوية، لأن أنت لسه أصغر من فريدة رخصة، ورخصة وعايزة تسوق، يعني حسيتي أن أنت قدمتي مشاكل السن بتاعك؟ اكيد طبعا، يعني انا في بنات كتير، ده اكتر حاجه انا فخوره بيها في الدور ده. بحس ان في امهات كتير وبنات كتير بيقولوا لي انت فعلا يعني شبهي، او انت شبه بنتي، او انت شبه بنت خالتي. بحب قوي لما الناس تيجي تقول لي انت شبه صاحبتي، بحب ده. فبحس ان انا يعني او طبعا الكاتبات عرفوا يكتبوا حاجه بتوري مشاكل البنات في السن ده. كنت حاسه كان في بقى انطباع كمان على السوشيال ميديا بمشاهد كتير كنت بتقدموها، كنت بتتابعي بتشوفي بتردي؟ اكيد بحب اشوف، وبحب اشوف طبعا النقطة، وبحب اشوف الحاجات الحلوه اكيد. يعني ايه اصعب المشاهد كانت في المسلسل في الجزء ده؟ اصعب المشاهد، يعني حاسه ان كل المشاهد كانت صعبه وسهله في نفس الوقت، يعني انا عشان انا بحب اللي انا بعمله، فمش حاسه ان هو صعب قوي. بس انا كنت دي اول مره، يعني غير هيبتة بس كنت صغيره قوي يعني، بس كانت اول مره اعمل حكايه حب وانا كبيره يعني، وهيجي لك عريس وكده. فدي كانت حاجه انا متوتره منها، بس يوسف جبريال اللي عامل دور سيف هو يعني كان اكتر حد انا كنت مرتاحه معاه، فالموضوع ما كانش يعني صعب يعني في الاخر. في البيت بقى كان انطباعهم ايه عنك في المسلسل؟ في البيت طبعا اهلي الحمد لله يعني فخورين بيا جدا، بيتفرجوا على كل حاجه، بيقروا كل حاجه. اخويا عايش في كندا بيدرس، ومن هناك بيبعت لي كل النقد وكل الحاجات اللي لازم احسنها وكل الحاجات الحلوه. انا سمعت ان ماما تقريبا مديره اعمالك. شبه مديره شبه مديره اعمالك، هي اللي بتتابع كل حاجه. بالظبط. طيب لو انت هتكلمي كل بقى الشباب اللي في سنك اللي كانوا معاكي، تقولي لهم ايه؟ انت موجوده دلوقتي في التلفزيون المصري في التاسعة، عايزه تقولي لهم اللي كانوا معايا في كامل العدد، كل اللي كانوا معاكي في كامل العدد تقولي لهم ايه؟ حابه اقول لهم ان انا بحبهم جدا جدا، وهم زي عيلتي، واتمنى ان احنا نشتغل مع بعض تاني وتالت في حاجات مختلفه، وكمان ممكن في كامل العدد اذا كان بقى بعد سنه. كلمتوا بعض بعد نهايه الحلقات او الحلقات شغاله؟ اكيد طبعا بنكلم بعض طول الوقت، يعني من ساعه ما جزء تاني نزل واحنا ما فيش يوم ما كلمتش مع حد يعني. طب بتحبي تقولي ايه لدينا؟ احب اقول ماما. لدينا ان انا بحبها، يعني في دور ماما. ان انا بحبها جدا ووحشتني، وان هي فعلا يعني من اكتر البني ادمين الطيبين واكتر ست انسانه قابلتها في حياتي، واتمنى ان انا اكون زيها لما اكبر. شريف سلامه عمل دور بابا بالنسبه لك في كامل العدد، وانت عندك طبعا بابا ربنا يخليه لك. حسيتي انه الابهات بتتشابه حتى في الدراما؟ طبعا 100%. كان يعني قلقان عليكي، مش عايز يجوزك لسه صغيره، ايه ده؟ مش عايزك تسوقي، ما حدش يركب العربيه. حاسه موضوع مش عايز يجوزني ده اكتر مع الرجاله المصريه، مع ولادهم، بسبب بابايا مش مصري. بس اكيد كان فيها تشابهات، ان هو عايز يكون احسن اب ممكن ليا، وان هو دايما بيسندني ودايما بيتكلم معايا. طبعا في تشابه يعني. موضوع الكلب. لا، انا بابايا يعني لما كنت عايزه اجيب كلب جاب لي كلب في ثانيه، يعني ما كانش في مشكله. لا، ما كانش في مشكله. ايه اكتر يعني شخصيه في المسلسل بقى من انكم حسيتي انه عجبتك غير بقى دورك انت؟ طبعا دور حياه، اللي هو دور استاذه اسعاد يونس. طبعا ده اكتر دور ضحكني. وطبعا طبعا استاذه ميمي جمال. عملت ايه معاكم ميمي فوزية جمال؟ يعني كان عندكم مشاهد كتيره. استاذه ميمي جمال هي بنشوف في عينها قد ايه هي بتحب التمثيل وبتحب اللي هي بتعمله، وبتيجي وتقول لنا بص انا هعمل كذا وهعمل كذا، وهي فعلا يعني طاقه ايجابيه كده في اللوكيشن يعني. اكيد. طيب في النهاية يعني يمكن انتوا حاسة انه حلو ان الدراما السنة دي مقدمة اجيال كتير، الجيل بتاعكم والاكبر يعني، حاسة انه ده عمل كده رد فعل حلو على الشباب اللي في سنك؟ طبعا، يعني هو برضو من اسباب نجاح المسلسل ان كل الناس شافت نفسهم في المسلسل، يعني شافت ناس في سنهم او شافت ناس شبه اهاليهم يعني. طبعا البنت اللي في سنك ده يعني اللي هو 17-18، قصة حب يعني انها وعريس يتقدم لها، لو انت في نفس الموقف حقيقي تقبلي ولا تأجلي؟ انا بالنسبه لي حاسه ان هي سنها صغير قوي من هي تتجوز. بس هي فريده كانت متاكده ان الولد ده فعلا احسن ولد ممكن تلاقيه، وهي بتحبه جدا. بس انا لو كنت هي ما كنتش هوافق ان هو انت دلوقتي يخطبني لينا. يعني
تشوفي لو ده تقدم للينا تقبلي في السن ده؟ ما اقبلش، بس مش يعني مش هقوله امشي من حياتي، هقوله طب استنى بس اتخرج بس وبعدين نبقى نشوف الموضوع اشوف هعمل ايه يعني بالزبط. اقدر اتصرف واعمل ايه بالظبط بالظبط. طيب يعني عايزه كمان اعرف منك كده يعني المشاهد اللي بيبقى فيها كلكم بقى مع بعض دي بيبقى استعداداتها ازاي؟ بيبقى في حركه في تصوير كل واحد هيعمل ايه؟ بتعيده كذا مره؟ طبعا يعني هو زي اي عمل تاني يعني على حسب المشاهد، ممكن مشاهد طويله تاخد ثانيه وممكن مشاهد صغيره جدا تاخد وقت طويل، كلنا بناخد راي بعض في البروفا ممكن نزود حاجات، يعني الموضوع كان سلس وحلو يعني. استاذ احمد كمال طبعا هو يعني طالع بقى جده يعني في العمل طبعا طبعا يعني كان بيقول ان انتوا كنتوا ملتزمين جدا، كنتوا بتيجوا في المواعيد قبل طبعا احنا ما ينفعش نبقى متاخرين يعني، في الاول في الاخر ده شغل واحنا مش الوحيدين اللي بنشتغل، في كميه ناس يعني في قريب من 100 شخص بيشتغل على العمل ده، فما نقدرش احنا نجيهم نبقى مش محترمين يعني ونتاخر يعني. اكيد لينا انا مبسوطه جدا واتمنى لك ان شاء الله انت ناويه تكملي يعني حلمك تبقي ايه؟ ايه الحلم اللي حلمي ان انا ابقى فنانه يعني عايزه اعمل كل حاجه اذا كان اخراج تمثيل غنى رقص يعني. انت بتدرسي انت لسه في المدرسه طبعا؟ فاضل لي يعني السنه دي والسنه الجايه واتخرج ان شاء الله. ناويه تخشي كليه ايه؟ عايزه تدرسي ايه؟ ما اعرفش يعني، حاسه ان انا يا اما هدرس اخراج عشان بحب الاخراج جدا، يا اما هعمل سايكولوجي عشان سايكولوجي برضو هيساعد حاجه حلوه مع التمثيل وكمان كشغلانه، هي شغلانه يعني حلوه يعني. مين مثلك الاعلى في الحياه يعني قولي اللي انت عايزاه في الحياه او في التمثيل يعني شايفه مين كده مشوارها حلو انا عايزه ابقى زيها؟ طبعا استاذه يسرى، بحس ان هي ست محترمه نفسها ومحترمه كل الناس اللي بتحبها، يعني مفيش حد قابلها بيقول عليها كلام وحش، كل الناس بتحبها وعملت اعمال يعني تحترم طبعا، وهي يسرى يعني. يا لينا نورتينا. شكرا. ونتمنى لك التوفيق. لينا فريدة نورتينا وكل سنة وانتي طيبة، ومين عارف ممكن نتقابل تاني في الجزء الثالث بقى، ممكن تكون بقى برضو كبرتي شوية ونشوف قصص أكتر يعني. بشكرك يا لينا ونورتينا. شكرا. الوقت كالعادة زي ما بدأت معاك وقلت لكم رمضان بيجري أجمل شهر في شهور السنة كلها، جماله والبركة والخير بيجري بسرعة شديدة، لكن بكرة إن شاء الله نكمل الكلام معاكم ونعيش كمان في أجواء رمضان وأيضا في دراما رمضان في التاسعة وأيضا فقرتنا اللي حضراتكم بتنتظروها. نلتقي على خير غدا بإذن الله. أصبحوا على خير.